العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أما عامر فهو تابعي، وأما أبوه عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهما صحابيان رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال الدف. هذا فيه الآن الحديث فيه وجوب إعلان النكاح، قال لا يكون النكاح سرا بل يجب إعلانه فرقا بينه وبين الزنا، إعلانه بأمور منها ضرب الدف للنساء أو الغربال للنساء، حتى يعلم إذا سمع ضرب الدف يعلم أنه زواج، ولا يضرب الموسيقى ولا آلات اللهو ولا الأغاني والتطريب، هذه كلها محرمات. أما ضرب الدف خاصة هذا يجوز في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا الإشهاد عليه كما يأتي، كما يأتي الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، وهو من الإعلان. ومن إعلان النكاح إقامة الوليمة على أثره، إما على أثر العقد وإما على أثر الدخول، إقامة الوليمة، قوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاك، قوله للمتزوج: أولم ولو بشاك. هذه كلها أمور يحصل بها إعلان النكاح. فإن لم يحصل إعلان للنكاح في أحد هذه الأمور فإن النكاح غير صحيح وهو باطل. لو عقد بين الولي والزوج ولا فيه شهاد ولا فيه ضرب ولا فيه وليمة فيقال هذه وليمة على زواج فلان، هذا سر، فيكون هذا باطل، يكون باطلا. نعم.